بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم درس جديد دروس شرح نخبة الفكري، مصطلح أهل الأثر للإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا وشرعنا شرح هذه المقدمة الجليلة العظيمة الكبيرة للإمام الهمام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس السابق، تحدثنا عن اسم الإمام بن حجر العسقلاني ونسبه وشيوخه ومولده وما إلى ذلك. تحدثنا عن البسملة والحمدلة وعن بعض ما جاء في بداية هذه المقدمة الجليلة الكريمة التي تحوي على العلم الكثير الذي لا يستغني عنه طلبة العلوم الشرعية. ما زلنا في مقدمة هذا المتن الطيب المبارك، ووقفنا عند الشهادة. ذكر المؤلف بعد أن حمد الله عز وجل وذكر بعض صفات الله عز وجل، ذكر صفة الحياة وذكر صفة العلم وذكر صفة القيومية، وقال بعد ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. معنى الشهادة، معنى لا إله إلا الله. الشهادة هي نفي كل معبود سوى الله عز وجل، لا إله، وإثبات العبودية لله عز وجل. عندما تقول أشهد، أي إنني أعلم وأبين بأن لا إله، لا يستحق العبادة ولا معبود إلا الله عز وجل. لذلك يقول علماء العربية أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، والكلمة، وعندما يقول علماء العربية أي لا معبود بحق، من أجل أن يبينوا بأن هناك كثير من الضالين وكثير من المشركين يعبدون معبودات غير الله عز وجل. لذلك قالوا لا معبود بحق، أي إن هناك كثير من الناس يعبدون أشياء غير الله عز وجل، ولكن هذه العبادة يطلق عليها بعبادة غير الحق أو العبادة الباطلة. والعبادة الحقة ينبغي ويجب أن تكون لله عز وجل. هذه الكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهذا بإجماع أهل العلم، وهي المراد بكلمة التقوى. ثم يبين العلماء بأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفة التي لا يتصف بها غيره أبدا، فهو المتوحد وهو ذو الوحدانية والفردانية والصمدانية. حين يقول لا شريك له، إن الله عز وجل لا يشاركه مشارك أبدا. وهذه اللفظة من أجل أن يؤكد لفظة التوحيد التي بدأ بها وقال: وأشهد أن لا إله إلا الله. عندما نفى الشريك عن الله عز وجل، أراد أن يؤكد قضية التوحيد التي لا تثبت إلا لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم درس جديد دروس شرح نخبة الفكري، مصطلح أهل الأثر للإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد بدأنا وشرعنا شرح هذه المقدمة الجليلة العظيمة الكبيرة للإمام الهمام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس السابق، تحدثنا عن اسم الإمام بن حجر العسقلاني ونسبه وشيوخه ومولده وما إلى ذلك. تحدثنا عن البسملة والحمدلة وعن بعض ما
جاء في بداية المعتزلة حين يفرقون بين توحيد الأفعال وتوحيد ما إلى ذلك، نقول بأن توحيد الله عز وجل ينبغي أن يكون على وجه واحد، وهو توحيد الله عز وجل في القول وفي الفعل وفي الحركة والسكن وفي كل شيء. الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا شريك له بكل شيء. وحينما يذكر وكبره تكبيرا يردف صفة الكبرياء بعد أن أثبت الوحدانية لله عز وجل. وهنا كأن المؤلف أراد أن يبين عظمة هذا الإله الواحد، مكانة هذا الإله الواحد. وهنا أيضا جاء نص قرآني وكبره تكبيرا، فكأن المؤلف يريد أن يمتثل لقول الله عز وجل فيأتي بالتكبير بعد التشهد. وأيضا وردت في أحاديث كثيرة تتحدث عن الشهادتين أو التشهد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي مقطوعة البركة. كما إن النبي صلى الله عليه وسلم بين وذكر بأن كل أمر ذي بال لا يبدأ بإسم الله فهو أجدب، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. وكذلك نجد حديثا آخرا مرادفا لهذا الحديث ولهذا المعنى، ولكنه لا يتعلق بالبسملة إنما يتعلق بالشهادة. لذلك يقول كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي كاليد المقطوعة، بمعنى أن هذه اليد موجودة ولكن هذه اليد مقطوعة، ليس فيها من خير وليس فيها من نفع. وقد اعتاد العلماء الأوائل إذا أرادوا أن يؤلفوا مؤلفا أو يتحدثوا بحديث أو أرادوا إلقاء خطبة أو ما إلى ذلك درس من دروس العلم، اعتادوا على أن يبدأوا باسم الله عز وجل، ثم يحمد الله عز وجل، ثم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكروا الشهادتين ويكبر الله وما إلى ذلك. وهذه كلها سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة من خلال أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن ذكر الشهادتين حمد الله عز وجل وكبر الله، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهنا يجب علينا أن نقف على معنى الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونقف عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يا أيها نداء لمن؟ لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، الأمر من الله عز وجل لنا نحن من آمنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء في هذه الآية القرآنية الكريمة التي تبدأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العلماء لهم كلام كثير وجميل في تأويل وتفسير هذه الآية القرآنية الكريمة، لكنني أريد أن أختصر وأقول لأن الله عز وجل يريد أن يوصل إلى أذهاننا البشرية فيقول لنا أنا الله بعزتي وجلالي وكبري أصلي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سنتطرق بعد ذلك إلى معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وملائكتي وهم أجساد نورانية روحانية لا يأكلون ولا يتزوجون ولا يتغوطون. المعتزلة حين يفرقون بين صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وملائكتي وهم أجساد نورانية روحانية لا يأكلون ولا يتزوجون ولا يتغوطون، يذكرون الله ليلا ونهارا ولا يعصون الله ما أمرهم. ماذا يفعلون؟ يصلون على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا أنتم يا من آمنتم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنتم بهذا الرب وآمنتم بهذا الكتاب وجب عليكم أمرا أن تصلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلموا عليه تسليما. لذلك العلماء يقولون هنا تسليما مفعول مطلق، يجوز لك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان
الزمان وبأي كيفية مستحبة وبأي عدد مستحب وما إلى ذلك. يفسر هذه الآية أيضا حديث الصحابة، أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني أحبك وكما قال أحب الصلاة عليك، فكما أجعل من وقتي عليك صلاة؟ قال: ما شئت وأن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، لأجعلن ثلث وقتي عليك صلاة، أي بعد أداء المفروضات. قال: ما شئت وأن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، والله لأجعلن ثلثي وقتي عليك صلاة. قال: ما شئت وأن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، والله لأجعلن وقتي عليك كله صلاة. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره وأعطاه أمرين عظيمين، هذين الأمرين لا ثالث بعدهما، المخلوق لا يحتاج إلى ثالث بعدهما أبدا. قال: إذن يكفى همك، يكفى همك من الدنيا، فلا تحتاج إلى أي شيء من مخلوقات الله عز وجل، وإنما تحتاج للخالق فقط. قال: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، فإذا ما غفر ذنب الإنسان فهو يدخل الجنة لا محالة. هذا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندما المؤلف هنا بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كمال التعظيم وكمال الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ترقي النبي صلى الله عليه وسلم ورفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي تمام لمكانة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نقول: اللهم صل على محمد، ونقول: اللهم صل على سيدنا محمد. والسيادة مأخوذ، السيد مأخوذ من السيادة، والسيادة في بعض المصطلحات اللغوية هي الجماعة الكثيرة، فيقال سيد القوم، ويقال سيد الفرس أي صاحبها وما إلى ذلك. والله عز وجل ذكر في القرآن عن زكريا وقال: سيدا حصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على نفسه: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فتسييد النبي صلى الله عليه وسلم جل علماء الأمة يتحدثون ويقولون: هذه من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في كثير من المواضع التي لم ترد فيها هذه المفردة، فمثلا في التشهد في الصلاة لم يرد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولكن كثير منا قد احتاج يقول: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ لذلك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم: وملائكتي وهم أجساد نورانية روحانية، لا يأكلون ولا يتزوجون ولا يتغوطون، يذكرون الله ليلا ونهارا ولا يعصون الله ما أمرهم. ماذا يفعلون؟